متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم صارت أجواء غير مستقرة في العديد من المناطق، ويتوقع أن تتسع وتنتشر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة خلال الأيام القادمة بإذن الله. سنستعرض تفاصيلها في هذه النشرة، لكن لا بأس، سنبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت كمية كبيرة من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، هي ناتجة عن أحوال جوية غير مستقرة تتأثر بها عموم الجزيرة العربية، خاصة الأجزاء الجنوبية من الجزيرة العربية. توقع خلال الساعات القادمة أن تتكاثر أيضا هذه الغيوم لتصبح رعدية وماطرة بغزارة في بعض المناطق، خاصة في المنطقة الجنوبية الغربية. تفاصيل أكثر عن الأمطار ومناطق تأثيرها نستعرضها في هذه النشرة أو في هذه الخريطة عفوا لتوزيع الأمطار من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة. يوم الثلاثاء تأثرت المنطقة الجنوبية الغربية بأحوال جوية غير مستقرة، هطلت زخات عديدة من الأمطار في عموم هذه المناطق. أيضا أحوال جوية غير مستقرة أثرت على المنطقة الشمالية الشرقية، منطقة حفر الباطن الشرقية وعموم المنطقة الوسطى، منطقة القصيم، أجزاء من حائل، منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض، وأيضا امتدادا نحو عموم المنطقة الجنوبية الغربية وأجزاء من المنطقة الجنوبية والربع الخالي. يتوقع أيضا أن تستمر هذه الأجواء غير المستقرة خلال ليلة الأربعاء على الخميس، وتعود وتشتد هذه الغيوم مجددا خلال ساعة ظاهرة يوم الأربعاء، خاصة على الأجزاء الجنوبية من السعودية، منطقة الربع الخالي وعموم المنطقة الجنوبية الغربية، كما تستمر تأثيراتها على المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض يوم الأربعاء تحديدا، حيث تكون الفرصة الأفضل لهطول زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات مساء يوم الأربعاء تحديدا. وأيضا تشمل فرصة الأمطار الرعدية عموم المنطقة الشرقية، منطقة القصيم وحفر الباطن. تستمر الأحوال الجوية غير مستقرة أيضا يوم الخميس، لتشمل أو لتتركز الفعالية الجوية في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، تحديدا منطقة الطائف، عموم منطقة الباحة، منطقة عسير، جازان، نجران، وعموم منطقة الربع الخالي والإحساء وجنوب منطقة الرياض. وتستمر الأحوال الجوية أيضا غير المستقرة في نفس هذه المناطق خلال يوم الجمعة. هذا الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية خلال فترة السحور، حيث تكون الأحوال الجوية غير مستقرة، فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار، 24 درجة مئوية المحسوسة، 23 الرطوبة حوالي 23%، والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج تحديدا سيكون سيء بفعل الأحوال الجوية غير المستقرة وفرص هطول زخات الأمطار خلال هذه الفترة. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة، يوم الأربعاء أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار، 38 درجة مئوية، أما الصغرى 24 درجة مئوية. يوم الخميس تتراجع حدة الأحوال الجوية غير مستقرة، تتفرق بعض الغيوم، تبقى الأجواء حارة، 38 درجة مئوية، أما الصغرى 24 درجة مئوية. يوم الجمعة طقس صافي، 38 درجة مئوية، أما الصغرى 25 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.